بشكركم على الاستضافة دي وسعادتي. ممكن يبقى لها يعني دلوقتي 3 أسباب. الأولاني إنه إن إحنا مسموح لنا نتكلم أيا كان نتيجة الكلام وأيا كان الكلام اللي هيتقال. تاني حاجة إنه لسه في ناس مصدقة إن مصر فيها قانون، ودي حاجة يعني بالنسبة لي كويسة. تالت حاجة إنه لسه في ناس مصدقة إن هيبقى في برلمان، ودي تالت حاجة كويسة. يعني خلينا انا عايز ابدا شويه نناقش باعتبار انه الثلاث فرضيات دول موجودين، ولما نطلع بقى اللي يحصل يحصل. حاول اقتدي بالدكتور رأفت وما اتكلمش في السياسه، اتكلم في القانون. خلينا انا رايي انه جزء من مشكله رؤيتنا للقانون في مصر كلها على بعضها ان احنا بنشوف القانون كنص جامد بدون النظر للظروف اللي أحاطت صياغته والوضع اللي موجود في البلد وكل الكلام ده. فكان نتيجة ده عدد كبير من القوانين اللي ما ينفعش تمشي في دولة زي مصر. لأن مصر أسس مصر الحديثة محمد علي، أسس مؤسساتها اللورد كرومر. التطوير الوحيد اللي حصل عليها هو جعلها أكثر مركزية في عهد جمال عبد الناصر. فمؤسسات المصرية هي مؤسسات، طريقة الإدارة بتاعتها هي طريقة إنجليزي، وإحنا بنحكمها بقوانين فرنساوي. فده جزء من المشكلة الأصلية في فكرة القانون في مصر. ورأي إن هي جاي من نفس الفكرة، إن أنت ما بتشوفش القانون اللي بيتصاغ المفروض إنه هيدير مؤسسات شكلها عاملة إزاي، أو هيدير مجتمع عامل إزاي، أو خصوصية المجتمع ده. وده النقطة اللي أنا عايز أبدأ منها، إنه إزاي القوانين دي طلعت وبالطريقة اللي طلعت بيها دي المستهدف منها إيه. يعني لما نيجي في ده أيا كان اتفاقك أو اختلافك مع الجهد العلمي اللي عمله كارل ماركس، بس كارل ماركس عمل في قاعدة مهمة جدا أنا رأي إن هي تسري طول الوقت كآلية تحليل، اللي هي إن البناء الفوقي للمجتمع هو انعكاس للبناء التحتي. بمعنى إن العلاقات الاقتصادية اللي بتدار في المجتمع هي بتنعكس في قواعد وبتنعكس في قوانين وبتنعكس في أخلاق وبتنعكس في كل الكلام ده. من هنا خلينا نشوف اللحظة اللي السلطة الانتقالية في مصر تولد فيها زمام الأمور ورؤيتهم للوضع حتى الآن، عشان نعرف ليه القوانين صدرت بالشكل ده. اللحظة دي هي لحظة مصر فيها عندها أزمة اقتصادية كبيرة. السلطة الانتقالية والسلطة الانتقالية الثانية ما طرحتش السلطة الانتقالية والسلطة المؤقتة اللي تلاتها بتعبير الدكتور رأفت ما طرحتش بدايل التنمية الداخلية، واعتمادها طول الوقت على فكرة تنمية الأموال اللي جاية من الاستثمارات عشان تحل أزمة اقتصادية حالية بدون النظر لما هيترتب على ده في المستقبل. وهنا لو عايزين نحكم على القوانين هنقدر نحكم عليها بالمنطق ده. انت عندك سلطة شايفة ان هي عندها دلوقتي مشكلة محتاجة تأكل الناس دي وتشربهم وتدخل شوية فلوس عشان الناس تنبسط، فتحس ان في فلوس بقت دايرة في السوق بغض النظر عن ان احنا هنلبس كلنا في الحيطة بكرة ولا هنلبس في الحيطة كلنا بعد بكرة، بس خلينا نعدي اليوم ده. ومن هنا القوانين دي صدرت. القوانين كلها ورأي ان هي معمولة عشان تأهل الجو العام لانك ازاي تجيب اكبر قدر من الفلوس من المنطقة اللي حوالينا اللي هي الخليج. خلينا انا هضرب مثال واحد بالطريقة اللي صدرت بيها القوانين. مصر خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا صدر فيها 11 حكم بيبطلوا عقود بيع لشركات كانت في القطاع العام، اهمها مدينتي، اسمنت اسيوط، عمر فندي، طنطا الكتان، المراجل البخارية، غزل فبين، وعدد اخر من المصانع. السبب الرئيسي لبطلان العقود دي بتعبير المحكمة هو فساد التقييم. عدد كبير من العقود دي تم إبرامها بأقل من ثمن الأرض اللي مبني عليها المصنع نفسه. خلينا نشوف القانون بتاع التعديل في الطعن أو ضبط إجراءات الطعن على عقود الحكومة جه إزاي. نص يناير 2014 كان
في المؤتمر الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي انعقد في مصر، اعلن عبد الله محفوظ رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي ان الجانب السعودي قابل الرئيس المؤقت ساعتها عدلي منصور وقدم له عدد من التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار عشان يقدروا يستثمروا في مصر، وقدموا 5 تعديلات رئيسية كان أهمها هو أكد عليها بنفسه في قناة الحياة والرويترز إنه العقود اللي تم إبطالها لازم يبقى لها حل، وهم طرحوا اقتراح بعدم جواز الطعن عليها إلا من طرفين التعاقد. 4 فبراير ده كان موجود على الهواء في قناة الحياة، منشور في رويترز، منشور في اسوشيتد بريس، ومنشور في كذا حاجة تانية، ومنشور على الصفحة الرسمية بتاعة مجلس الأعمال المصري السعودي. 4 فبراير بيعلن مجلس الأعمال المصري السعودي وبتعلن الخارجية المصرية إنه رئيس الوزراء الدكتور حازم ببلاوي تناول العشاء في منزل السفير المصري بالرياض مع مجلس الأعمال المصري السعودي ومع عدد من رجال الأعمال السعوديين، ووعدهم بأنه الحكومة هتبذل كل الجهود اللي من يعني عشان تذلل العقبات أمام المستثمرين. بعديها بشهر آخر قرار أصدرته حكومة الببلاوي كان قرار بتعديل القواعد بتاعة الطعن على العقود، وكان التعديل متماشي جدا مع الكلام اللي قاله قبلها بشهرين عبد الله محفوظ رئيس مجلس التعاون الخليجي. اذا لو عايزين نحكم القوانين اللي بتصدر صدرت ازاي، هو اللي بيحكم شايف انه في اهميه حاليا ان هو يجيب فلوس باي شكل من الاشكال، وبالتالي هو هيعمل اي حاجه عشان يجيب الفلوس ده، بغض النظر عن ان ايه اللي هيحصل عليها في المستقبل، وبغض النظر عن القوانين دي دستورية ولا مش دستورية، وبغض النظر عن انه البرلمان هيرجعها ولا لا، وبغض النظر عن انه في برلمان اصلا ولا لا، وبغض النظر عن اي حاجة. فاهم حاجة، هو دي الآلية الحاكمة. خلينا بقى نشوف القوانين اللي صادرة كلها، بغض النظر عن ان احنا لو هنتكلم انت عندك عدد من القوانين فيها شبهة واضحة لعدم الدستورية، أولها قانون 32/2014 اللي هو بتاع تنظيم إجراءات طعن على عقود الدولة، قانون الكيانات الإرهابية، توسيع نطاق عمل القضاء العسكري، قانون تنظيم الجامعات، قانون التظاهر. دي قوانين فيها عدم دستورية واضحة في المواد بتاعتها. بس خلينا بقى نشوف بقية 319 قانون. للأسف يعني ال 319 قانون كلهم فيهم شبهة عدم دستورية، ده لو اعتبرناهم قانون، مع ان انا من الناس اللي بجد مش حاسم موقفي قانوني. انا في ناس في طبعا اساتذتنا بيتكلموا على انه لا هي مش قانون، هي قرارات بقانون، وبالتالي اصلا يمكن الطعن عليها امام مجلس الدولة، وفي اخرين شايفين انه قانون، وانا بشكل شخصي مش منحاز قوي لمدرسة من مدرستين. بس خليني هنحاز للمدرسة اللي بتتكلم عنها الحكومة اللي هي ان دي قوانين. المادة 156 ايدت حق رئيس الجمهورية في اصدار تشريعات في حال غياب البرلمان بحالة الاستعجال والضرورة، نصا اللي اتقال الاسراع في اتخاذ تدابير. اذا انت بتتكلم على حالة ضرورة وحالة تدابير لازم تتاخد بشكل عاجل ووقتي، بناء عليها هيتم ان احنا نصدر هذه القوانين عشان تلبي حل المشكلة دي. المحكمة الدستورية فيما يتعلق بحالة الضرورة قالت ايه؟ قالت اعمال الرخصة الاستثنائية التي اولاها الدستور لرئيس الجمهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب، أن تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر لها حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بالتدابير التي لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الشعب. إذن هنا المحكمة الدستورية العليا هيبقى لها الحق أي حد بيقدم طعن
في النظر، فهل ال 319 قانون دول اصلا فيهم حاله الضروره ولا لا؟ هي بحكم المحكمه الدستوريه نفسه هي عقدت لنفسها الاختصاص في الرقابه على ال 319 قانون دول، واللي انا اظن انه كلهم ما كانش في فيهم حاجه يعني حاله غير ما يتعلق بانتخابات رئاسه الجمهوريه وما يتعلق بانتخابات البرلمان نفسه، وباقي القوانين بيتهيألي ما كانش فيها يعني مش يعني لو بنتكلم بجد ما بيتوفرش فيها حاله الضروره، وبالتالي انت بتتكلم على ما يقرب من كل القوانين اللي صدرت فيها شبهه عدم دستوريه بناء على الدستور وبناء على ما قررته المحكمة الدستورية من سلطة لنفسها فيما يتعلق بتقدير حالة الضرورة وحالة انه احنا في حاجة لتشريع عاجل. وبالتالي هنا احنا عندنا مشكلة اولا دستورية في عدد من القوانين في صياغتها نفسها، عندنا مشكلة دستورية في القوانين كلها فيما يتعلق بحالة الضرورة. لما نيجي نتكلم بقى على المادة 156 واللي احنا بصددها، احنا بنتكلم بشكل واضح ان هي بتلزم مجلس النواب بالتصديق على القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، وإلا لو ما صدقوش عليها في 15 يوم إلا يحصل زال ما لها من أثر ويسقط تأثيرها بأثر رجعي. وبالتالي ضيف بقى على ده الالتزامات الواردة على مجلس الشعب القادم طبقا للدستور، في قانونين لازم يتعملوا طبقا للدستور غير طبعا القوانين المكملة للدستور، في القوانين القانون بتاع تنظيم بناء وترميم الكنائس وفقا المادة 235 من الدستور لازم البرلمان الجاي يعمل القانون ده، وقانون العدالة الانتقالية طبقا المادة 241 بالإضافة لاستكمال الشكل المؤسسي للدولة، فأنت هتحتاج تعديل قانون الإدارة المحلية بما ورد في الدستور عشان تقدر تستكمل الاستحقاقات التانية لخريطة الطريق اللي صدرت في 3/7، وده لو كنا هنكمل استحقاقاتها أصلا يعني. فخلينا بنتكلم لو أنت بتتكلم على ده في 15 يوم دي عملية شبه مستحيلة، وبيتهيألي انه عشان كده قلت الجزء بتاع انه ازاي القوانين دي طلعت، المستهدف انه يجي البرلمان القادم يتعرض عليه يقول هل تقرون القوانين تصدقون على القوانين مش عارفين موافقه موافقه، فيبقى تم التصديق عليهم في مره واحده. بس كمان لانه الترزي القانوني اللي شغال دلوقتي مش شاطر يعني، ايام مبارك برغم كل حاجه كان عندنا ترزي صناعي شاطر يعرف اي في الحاجه اللي الناس عايزاها، الترزي اللي شغال دلوقتي ترزي خيبان، فورط نفسه في الماده 156 هو اقر بكلمه المناقشه، وبالتالي لازم يتفتح باب المناقشه على القوانين دي ولازم يتم مناقشتها وبعدين يتم اقرارها، وعدم مناقشة القوانين دي تضعها مرة تانية في مهب فكرة الطعن عليها وإلغائها لعدم دستوريتها. فهو بصراحة احنا لوحدنا اللي في مأزق يعني، طول الوقت الناس اللي بتتكلم في قانون يقولك احنا في مأزق لانه ازاي هيتم اقرار ده في 15 يوم، هو احنا في مأزق واللي حط الدستور في مأزق واللي بيحكم البلد في مأزق، واحنا كلنا يعني لو مفيش حل للأزمة دي هنخش في الحيطة. الحل اكيد ورايي انه ممكن دي حاجه من الحاجات اللي تطرح بناء لقراءه ما سبق، انه لا فعلا احنا محتاجين تعديل في الدستور، اذا تعالى نعدل الدستور ده ونعدل شويه حاجات كمان ليها علاقه بسلطه مجلس الشعب وسلطات رئيس الجمهوريه واللي هي في مناداه بيها لغايه دلوقتي. ده ممكن يبقى حل، بس كمان يعني لو الناس لو انت بتتكلم على ظرف سنة ونص في 20 مليون وافقوا على دستور، وبعديها يعني بسنة او سنة ونص نفس 20 مليون هيوافقوا على الدستور الجديد، يبقى مصر فيها 20 مليون فصامي، لازم نشوف حل في الموضوع ده لانه يعني ما ملهاش حل يعني. وبالتالي انا رأيي انه
في مشكلة حقيقية النظام فيها، النظام بمعناه الواسع مش بمعنى الحاكم، مش السلطة، النظام كله على بعضه في مشكلة حقيقية. ورأيي انه الحل الوحيد اللي ممكن يبقى مطروح في القصة دي هو ان انت لما يجي البرلمان يتحدد بقى أولوية القوانين دي من أول وجديد، وفي الـ15 يوم يتناقش فيها قانون قانونين اللي هم محتاجين إقرارهم حالا، والباقي يسقط ما لي من أثر، ويبدأ نناقشه البرلمان من أول وجديد. ده لو في حد عاقل في البلد دي. لو مفيش حد عاقل هيبقى يعني أولا بيتهيألي مش هيبقى في برلمان، ممكن يبقى في لمان بس ما يبقاش في برلمان. وممكن اصلا لما يبقى في برلمان مش هيناقش القصص دي، وهيتقال بالطريقه اللي عدد كبير من الناس ما بيتكسفوش انهم يعلنوها، انه انت هتقر ال 319 قانون كلهم على تصويت واحد، وبعدين ننقنق فيهم واحده واحده ونناقشهم واحده واحده، وده هيخلي ال 319 قانون يتطعن فيهم كلهم بالدستورية، ويبقى كلهم في مهب الريح. طبعا ده هيكسب شوية السلطة المصرية شوية وقت يكملوا العمل بهذه القوانين على ما يصدر أحكام بعدم دستوريتها، بس هيبقى كمان انه في مسؤولية بقى سياسية، انه هنبقى قضينا سنين بالعمل بقوانين غير دستورية وغير متوافق عليها. ده ان كملت اصلا السنين دي يعني بقوانين غير متوافق عليها، قوانين ضد مصالح الناس وما كانش في ضرورة لإصدارها، وده بس بسبب انه النظام او السلطة قررت انها هتدير الدولة بما يتراءى لها وبالطريقة اللي هي شايفاها، بغض النظر عن انه البلد دي فيها 90 مليون، ففي شخص قرر انه هيديرها بالشكل ده. وبالتالي رأيي انه لو في رجل رشيد في هذا الوطن، سواء في البرلمان او مش في البرلمان او في اي حتة او من اللي بيتكلم في التليفون او اي حاجة، هيبقى يعني هيطرح الفكرة العقلة بتاعت انه الطبيعي انه البرلمان اول ما ينعقد يحدد اولويات القوانين، وفي الـ15 يوم يناقش الحاجات اللي ليها اولوية قصوى، ممكن يبقوا قانون مشروعين ثلاثة أو قانونين ثلاثة، والباقي كله يزال ما له من أثر أنت كنت محتاجه في الفترة الانتقالية لأنك كنت بتدير لوحدك. دلوقتي ما أنتش بتدير لوحدك، دلوقتي في برلمان، وبالتالي على البرلمان أنه يناقش بقى الحاجات دي من أول وجديد ويشوفها مناسبة ولا لا. أنا رأيي أنه حتى الآن في صراع بين الطريقتين، بين الطريقة بتاعة أنه يتم الاعتراف بأنه لا في شركاء في الحكم سواء هيبقوا في البرلمان او لا، وفي الطريقة التانية اللي هي لغاية دلوقتي بتعبر عن نفسها بوضوح انه مفيش احزاب، مفيش برلمان، مفيش يعني مفيش حكومة، انا الحكومة، يعني كل وانا عتريس، انا بلوى سودا، كل السيناريوهات اللي احنا سمعناها في حياتنا. بس ده كمان مش نتيجته يعني ولا على مستوى النظام ولا على مستوى الدولة، انا خلصت، ولا على مستوى قانوني حتى، مش هتبقى نتيجته.